منشقون أو مستقلون أو متمردون، لا يهم الوصف ما دام في النهاية يقف وراءه العشرات الذين خرجوا طوال 80 عاما من القفص الإخواني بإرادتهم، ليكتشفوا أنهم عاشوا عمرهم كله في وهم السمع والطاعة، بعدما قرروا في لحظة ما أن يفكروا ويحتكموا لعقولهم وضمائرهم، وتحولوا بعدها في نظر أعضاء الجماعة إلى الإخوة الأعداء. فالبعض كان يعتبر قانون السمع والطاعة هو سر قوة جماعة الإخوان التي عاشت معظم مراحلها محظورة تحت الأرض تمارس العمل السري، لكن من الصعب الرهان على تغييب العقول طوال الوقت. ولذلك منذ سنوات طويلة ظهرت استقالات وقرارات بالفصل من داخل جماعة الإخوان المسلمين، ربما من بداية أزمة قبول حسن البنا مؤسس الجماعة لتبرع من قناة السويس التي كانت تحت الإدارة الأجنبية، وحتى جماعة شباب محمد التي أعلنت انشقاقها عن الإخوان المسلمين عام 39 وصولا إلى كمال الهلباوي في 2012، والذي استقال من الجماعة بعد الدفع بخيرة الشاطر كمرشح رئاسي لها. كما يوجد فصيل رابع انشق عن الإخوان لخلافات إدارية داخلية وليس بسبب مراجعات فكرية كما حدث مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي تم فصله من الجماعة لإصراره على التقدم بالترشح لانتخابات الرئاسة، وإبراهيم الزعفراني عضو شورى الجماعة والقيادي بالجماعة لمدة 45 عاما، والذي تقدم باستقالته اعتراضا على عدم فصل العمل الحزبي للجماعة عن عملها الدعوي، بالإضافة للقيادي هيثم أبو خليل الذي استقال بعد 22 عاما داخل الجماعة اعتراضا على عدم اتخاذ الجماعة لإجراء صارم ضد أعضاء مكتب الإرشاد الذين التقوا اللواء عمر سليمان نائب الرئيس الأسبق مبارك في أثناء ثورة 25 يناير. تاريخ طويل من الاستقالات عن الجماعة تحول من خلاله المنشقون إلى ما يشبه الدولة المستقلة عن التنظيم الأم، لدرجة أن هناك تكتلا للشباب الذي خرج عن أفكار الجماعة عقب ثورة 30 يونيو، يسمى بتحالف شباب الإخوان المنشق، وآخر يمثل قيادات إخوانية سابقة في المحافظات أعلنت تبرؤها من القيادات الحالية وأفعالها، وثالث يضم من يمكن وصفهم بقادة المراجعات والذين قاموا ليس فقط بمراجعة ونقد الإطار التنظيمي للجماعة، بل وصل بهم تمردهم على أفكار الجماعة نفسها، ومنهم ثروة الخرباوي والدكتور السيد عبد الستار المليجي ومختار نوح والدكتور محمد حبيب وغيرهم. تاريخ طويل من الانشقاق عن السمع والطاعة في القانون الإخواني نستعرض له في هذه الحلقة الخاصة التي ستستمعون فيها لأجرأ الكلام من ضيوف عاشوا سنوات طويلة وراء جدران المعبد السري للجماعة. إذن نحن الليلة في هذه الحلقة أمام محاولة لفتح الأبواب والنوافذ وكل الثغرات في هذا البيت الأخواني لمعرفة من كانوا من أهله، ماذا كان يدور في خفاياه. ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا.